السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير والورد. وبهاد النخيلات وهاد الغريسات كنحماق على هاد الزرع. هانتوما هالجنان، هانتوما عندي لكم واحد المفاجأة. شوفوا هنا مزيان، هنا جذور ديول لي زيبينار والباربا زرعاهم، وهادي التومة تاهي زرعتها، هي طويلة رقيقة، وهذه اللي كتبان لكم غليظة ها هي بصلة حتى هي زرعتها. شي نهار ان شاء الله ندير معكم نهير ديال خاص بهادشي ديال الزرع باش تيكون عندنا في الدار ديما. ايوا اليوم ان شاء الله غادي نصور معكم لي سكالوب ديال الدجاج. كنحتاجو الصدور ديال الدجاج فيلي بحال هكا، ثلاثه الحبات ديال البيض ولا جوج على حسب. عندنا جوج دروس ديال الثوم، ملح، الابزار، لا شابلوغ اللي كتصوبيت معكم بالخبز اليابس. لا شابلوغ هو داك خبز يابس كنطحنو وكنلسمو بالقامه، كل حاجه بوحدها. راه كنت درتو معكم، راه كاين عندكم في الفيديو. وهادشي اللي كاين اليوم غنصوب معكم لي سكالوب ديال الدجاج. غادي نقطعوهم، نقادوهم، نخرجو منهم شي حاجة اللي غنصلحو بها الشرادة. يلا نبداو على بركة الله. دابا غادي نقطعو لي سكالوب، نقادوه اللي مقاد بحال دابا، هادي فيها الشحمة، تنزولوها من هنا، كنحيدو هاد الطريفات، نقادوهم بهاد الطريقة. فوالا بحال هادي تا هي فيها هادي، نحيدوها لها لي باش نعوضوهم، نخليهم مقادين باش يجيو لي سكالوب مقادين. البصل لي رقيقة تنحيدوها. هو كلشي مزيان فوالا بحال هاد الطريقة، بحال هادي فيها شوية الشحمة نحيدوها. فوالا نكملو هادو معاكم. بحال هادو لي تيشيطو الطريفات كنقطعهم تما، كنشرملو تنديرهم فندوزهم في لاشابلوغ. وملي كنصوبو شي لي صلاد ولا شي حاجة كنلوحهم تنقليوهم وتنديرهم مع الشطاطا. سيغتو لي صلاد سيزار كنديرو ليها هاد الطريفات هادو منضيعوهمش. وهانتوما معايا دابا حنا غادي نخلطو، كنديرو التومة، سمحولي كنخلط بيديا، الملح، الابزار. دابا عندنا القياس، غنمشيو على حسب القياس ديال البيض ديال هذا البيضه، نزيدو وحده حيت هادو جوج بيضات كبار، كانوا صغار نديرو ثلاثه، دابا درنا غير جوج بيضات لان باش نشوفو واش غيكفيني. مكانش غنزيد تلاتة، كنخلطو مزيان. ولي بغي ينسم بالزنجلان ولا ينسم بالنافع ولا بالزعتر يزيدو، هادو طبيعيين. الملح والابزار تيستعملو في كلشي، في لي صالاد، في أي حاجة خدمتيها كتلقيها. غنزيدو التالتة، باردون، نخلطو مزيان. دابا غادي نديروهم في لاشابلوغ بهاد الطريقة. بسم الله، اليد لي ناشفة هي لي نديرو بها لاشابلوغ. فوالا بحال هاد الطريقة، كيعودو هكدا بلا طحين بلا والو، ديريكت من البيض ندوزو في لاشابلوغ. هكذا هادي ديريكت قدامكم، كنوركم مزيان باش تشرب. ولا شابلوغ راه فيه منسمه بكلشي، راه كنصوبتو معاكم، فيه الزنجلان، فيه لقامة ديال الدجاج، كاينه وحده ديال الحوت، كاينه وحده ديال اللحم. الى رجعتو للفيديوهات غتلقاوهم هكذا. تنديرو بحال هكا، كلو
كتخرج دابا ها هي وجدات هكذا، تنديروها في هاد الطبيصلات الغطيه ونخليوها. هادو لي صوبينه البيض كيتمشى على قياس الدجاج اللي عندك بحال هكذا، كنمشيو على هادي وتنقدموه مع لي بات مع الخضره سوتي مع شنو ما بغيتي ديرهم ديرهم. انا غنديرهم مع شويه لي بات بلا صوص طوماط بولونيز. فوالا هادي هي الطريقه ديال الدجاج، وغنمشي معاها هكا نكمل واني معاكم. دابا ها لي بات عندي غنديرها مع لي سكالوب، نقسموها على جوج بهاد الطريقة. كنخليها تطيب 8 دقايق حتى 10. وعندي لاصوص طوماط بولينيز اللي غادي نصوب بها، ها هي غنوريها لكم. ها هي واجده عندك مطيشه كنطحنوها وتنديروا معها الملحه والابزار والتحميره وزيت البلديه وجوج دريسات الثوم وورقه سيدنا موسى، وحتى كطيب مزيان وتوقف كنلوحوا الكفته كنطيبوها معها. هذه هي لاصوص، ان شاء الله ندير لكم فيديو خاص بها. وها لي بات يتسقوا، نخليهم تيغليو يتلقوا واني معكم. دابا هاديك كملنا هادو، بقات لينا هاد الوحيده. هاني غادي نوريكم هادوك الصغيور اللي قطعتهم طريفات كيفاش كنديروا ليهم. هما هادو شتيو، هادو هما اللي كنديرهم مع لي سالاد، تنقليوهم حتى همايا وكنديرهم مع لي سالاد سيزار. هي هادي ها هما، تنفندوهم حتى هما في البيض، نديروهم في لاشابلوغ. وهاد لاشابلوغ انا ما كندخلش معها الطحين لان فيها كنطحنها مزيان غبره باش كتلصق ليا وتدخل ليا مع اي غوسيل درتها. غنوريكم دابا غادي نخدم بيدي جوج باش نخرج منهم داك هما هما هادو شتي، كنخليهم طريفات بحال هكذا، تنقليهم هكذا كنلوحهم مع لي سالاد سيزار. الطحين هذا لاشابلو تنشدوه تنغربلوه ونحيدو منه داك لي بحال هادشي باش مي ونديروه نرجعوه للثلاجه، هادشي الفريكو غير للثلاجه، نديروه فشي قريعه ونرجعوه للثلاجه. هادشي اللي كاين. راني نشوف دابا لي بات فين وجدو. دابا ها لي بات وجدو، نشدو وحده بحال هكذا، غادي نلوحوها في الحيط بحال هكذا الى لصقات بحال هكا، يعني راها وجدات. تفكر معايا بحال هاد الطريقه كتكون وجدات لي بات. فوالا غادي نديرهم البيض نصفيهم واني معايا. ها لي بات غادي نصفيهم، دابا غنديرو لي بات. نديرو لاصوص طوماط سخون، نزيدو عليها لي بات ونخلطو الكل. المهم لي غنبغي نقلي هانتوما معايا. دابا حنا غادي نديرو زيت سخون على العافية باش نقليو. وهادو غنبغي سخناهم باش نحطهم المرافق ديالهم لي بات بافيك ماطيشا، ولي غنبدا نقليو غادي نتوما معايا. دابا غادي نبداو نقليو
بحال هكذا كنرفدوهم بهذه الطريقه حتى نبدا نقلب. نقلبهم على الجهه الاخرى. العافيه كتكون ما بين متوسطه ماشي بزاف ماشي شويه. نقلبوا اسفل من الزيت احنا نقدموهم دابا. دابا ها هما هاد الاسكالوب هكذا تيجيو تيحمقو، هما ما فيهمش الطحين غير لا شابلوغ بوحديتها. غادي نصبو دابا النبات ايوا غداتنا واجدة، هاني سكالوب مع بشوية الحامض ولي بات. كنودعكم في يد الله بالصحة والراحة والعافية، وهاد الوريدات هادو لي بات بالماتيشا هاني سكالوب. هاني باي باي باي.